اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى بمشيئة الله هنعرض أسعار حلويات مولد النبو. أهلا وسهلا يا عبد الله. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم وتعود عليكم الأيام بخير. هنعرض لكم أسعار حلاوة المولد. معانا الميني ميني حمص والميني السمسم والميني السوداني. معايا الكيلو بتاعه عامل 45 جنيه. الكيلو بتاعه عامل 45 جنيه. ومعانا القرش الحمص والسمسم والسوداني الكيلو بتاعه يعمل 45 جنيه. الكيلو بتاعه يعمل 45 جنيه. ومعاكي الحمصية والسمسمية والفولية الكيلو بتاعه يعمل 60. الكيلو بتاعها يعمل 60 جنيه. معاك الملبن الواو دوت والملبن ده والملبن كورن فليكس الكيلو بتاعه يعمل 45 جنيه. الكيلو بتاعه يعمل 45 جنيه. معاك السندوتش السمسم وسندوتش زبيب وسندوتش سوداني الكيلو بتاعه يعمل 55 جنيه. الكيلو بتاعه يعمل 55 جنيه. معاك الملبن السادة والملبن الجيلي الكيلو بتاعه يعمل 40 جنيه. معاك الدمية الفول الكيلو بتاعه يعمل 45 جنيه. المربى الزبيب تعمل 60 جنيه. 55 معلش 55. ومعاك النوجة الدندي اللي هي الفراولة واللي هي الجيلي العادية الكيلو بتاعها يعمل 50 جنيه. الكيلو بتاعها يعمل 50 جنيه. معاك الغوايش الكيلو بتاعها يعمل 55 جنيه. 55 جنيه. معاك النوجة الرش نوجة رش فواكه والنوجة العادية الكيلو بتاعها يعمل 45 جنيه. الكيلو بتاعها يعمل 45 جنيه. معاك البرم ديت وديت والبرمة السمسم الكيلو بتاعها يعمل 60 جنيه. الكيلو بتاعها يعمل 60 جنيه. البطيخ الكيلو بتاعها يعمل 45 جنيه. الكيلو بتاعها يعمل 45 جنيه. عندك شطرنج الشطرنج الابيض والشطرنج البرتقالي الكيلو بتاعها يعمل 55 جنيه. البرمة الجيلي ديت الكيلو بتاعها يعمل 55 جنيه. والبرمة السمسم الدومية اللي جنبها الكيلو برضو بتاعها يعمل 55 جنيه. والنوجة الرش دومية ديت تعمل الكيلو بتاعها يعمل 55 برضو. وعندك البرمة السمسم والبرمة السوداني والبرمة الزبيب الكيلو بتاعها يعمل 55 برضو. والنوجة الرش ده تعمل 55 برضه. وعندك بقى الجمال الجمل الصغير ده يعمل 10 وده يعمل 15 وده يعمل 25 وده يعمل 35. والكيلو المشكل لو الزبون اللي هيعبيه يعمل 60 جنيه ولو انا اللي هعبيه يعمل 55 جنيه عشان انا بشكله من على الفرش كله، اما الزبون بيشكل اللي هو عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا قلنا لكم على اسعار الفرش الاولانيه، الفرش اللي هو العادي معايا اللي هو 55، لو انا اللي هعبي الزبون هيعبي ب 60. كده احنا هنخش على الفرش الثاني اللي هو الفواخر. نبدا ديت معاكي البندقية اللوزية الفستقية ده الكيلو بتاعها يعمل 250 وده الكيلو بتاعها يعمل 250 وده الكيلو بتاعها يعمل 350. معايا عندك الميني الحمص
ده الكيلو بتاعي يعمل 45، يعمل 45. وعندك الحمام واللديدة اللي هي 100 جرام الصغيرة، ده الكيلو بتاعي يعمل 100. واللي هي اللديدة والحمام المكسرات تعمل 120 جنيه. معايا؟ وعندك القرش السمسم والقرش الفول والقرش الحمص، كيلو بتاعي يعمل 50 جنيه. الكيلو بتاعي يعمل 50 جنيه. والشكلمة الكيلو بتاعي يعمل 100 جنيه. الحاجات ديت الشكلمة والبندقية واللوزية والفستقية والحاجات ديت دي خارج الكيلو، دي حاجات لوحدها. عندك الحمام واللديدة القطع، ده الكيلو بتاعي يعمل 85 جنيه. معايا؟ وده عندك الملبن الحبل 85 جنيه. دول عندك الملبن الحبل الكيلو بتاعه يعمل 150 جنيه. الكيلو بتاعه يعمل 150 جنيه. الهريسة اللي جنبها ديت دي الكيلو بتاعه يعمل 85 جنيه. معايا؟ الفواكه اللي هناك ديت دي الكيلو بتاعه عامل 50، هي والملبن القلوب اللي جنبها الكيلو بتاعه يعمل 50 جنيه. والقشطات قشطة سادة، قشطة صبيب، قشطة سوداني، الكيلو بتاعه يعمل 65 جنيه. الكيلو بتاعه يعمل 65 جنيه. في عندنا بقى حاجة اسمها نوجة لبناني، النوجة اللبناني دي في منها 16 شكل. ادي واحد، ادي شكل، اتنين، تلاتة، اربعة، وادي الخامس هناك اهو، دول خمس اصناف منه. كيلو اللبناني دوت يعمل 60 جنيه. كيلو اللبناني يعمل 60 جنيه. عندك السندوتش السوداني، سندوتش زبيب، سندوتش دومية، كيلو بتاعي يعمل 60 جنيه. كيلو بتاعي يعمل 60 جنيه. عندك بقى الفخفخينة الزبيب، فخفخينة الزبيب دي كيلو بتاعها عامل 60 برضو، كيلو بتاعها عامل 60 جنيه. وده احنا قلنا ده اللي هو اللبناني، الاربع اصناف والصنف اللي هناك. ده ملبن رش فروتو، وده ملبن زبيب، وده ملبن سوداني، وده ملبن سادة، ودي دمية فول. ده الكيلو بتاعهم كله يعمل 50 جنيه. خمس اصناف دول الكيلو بتاعهم يعمل 50 جنيه. عندك بقى النوجة ديت اللي هي العادية ديت الكيلو بتاعها عامل 45، الكيلو بتاعها عامل 45. النوجة اللي هي التانية اللي رش فول الكيلو بتاعها عامل 55 جنيه، الكيلو بتاعها عامل 55 جنيه. بعد كده عندك الغوايش، غوايش دومية، غوايش فراولة اللي بعدها ديت الكيلو بتاعها يعمل 60 جنيه، الكيلو بتاعها يعمل 60 جنيه. معايا؟ عندك المربى الزبيب اللي هناك ديت، المربى ديت الكيلو بتاعها عامل 65، هي والبسيمة والملغمة والجوز هند فورم دي كيلو بتاعها عامل 65 جنيه. عندك بقى البورما هنا اهي، البورما السوداني والبورما اللديدة معايا، والبورما سمسم، السمسم عجوة، والفخفخينة الدومية، والسوداني والبورما السوداني والزبيب، ده الكيلو بتاعها عامل 65 جنيه، الكيلو بتاعها يعمل 65 جنيه. وعندك بقى الحمصية والسمسمية والفولية الكيلو بتاعها يعمل 65 جنيه، الكيلو بتاعها يعمل 65 جنيه. وزي ما قلنا لكم على أسعار الجمال بقى دي على الفرش التاني أقولها ماشي، ده يعمل 15 وده يعمل 10 وده يعمل 20 وده 25 وده ده يعمل 35 جنيه، وده برضو 35، هو ده زي ده. الكيلو المشكل لو انا اعبي للزبون كيلو مشكل عامل 60 جنيه، انا اعبي للزبون مشكل من قلب الفرش كله. بعيد بقى عن الاصناف اللي هي لوحدها، اللي هو الملبن ده وديت وديت والشكلمة والحاجات ديت، الحاجات ديت خارجه بالكيلو لوحدها، بعيد عن الميزان خالص، بعيد عن حساب الكيلو. لو الزبون اللي هيعبيه 65 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، يعاد عليكم بخير يا رب، وعلى الأمة الإسلامية بالخير يا رب أجمعين. الفولية، السمسمية، الحمصية، الحاجات الجميلة، تشكيلة جميلة جدا، يعني كل حاجة ما شاء الله عرضها جميلة.
يعني بارك الله يعني. يلا بقى هتنقي ايه مع بعضنا؟ اه جوز هند وسمسميه وفوليه وحمصيه وشكلمه اهم حاجه، والنوجه وكل حاجه ما شاء الله عليها. الجوز الهند، الملبن، الحمصيه، الحاجات دي عاده من زمان. كل حاجة ما شاء الله عليها جميلة. كل سنة وانتم طيبين، يقعد عليكم بخير يا رب وعلى المسلمين اجمعين. شكرا. كل سنة وانت طيب يا حاج. كل عام وانت طيب يا رب، كل عام وانتم سالمين يا رب جميعا لنا ان شاء الله. أكتر حاجة بقى بتحبها في مولد النبي ايه؟ أكتر حاجة بتحبها؟ كل حاجة في المولد الحلوة للأطفال، وجعل أيام سعيدة علينا وعليكم يا رب. كل سنة وانت طيب. نشوف بقى انت اكتر حاجه هتحطها في العلبه ان شاء الله. انا دايما بحب التشكيله عشان الاطفال بتحب التشكيله وتحب الحاجات الحلوه بتاع مولد النبي، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. وانت طيب. انا بحب ناخد تشكيله كده عشان الاطفال تحب تاكلها، نديك كل حاجه للمولد حلوه ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيب. كل سنة وانتوا طيبين يا حبيب قلبي. كل سنة وانت طيبة يا قمر. يقعد عليك كده بالأيام بخير، وكل سنة وانتوا طيبين. يلا بقى يا جماعة عشان نعرف أسعار العرايس وبقية الحاجات. يلا بينا. أول عروسة دي ب 35. والمرتين السعر. دي ب 35. ودي ستان عاملة 40 عشان أكبر منها. دي ستان اكبر منها ب 40، ودي ب 120 اللي هي الكرتونه اللي فيها 120. هنا التل هنا عامله 160، والكبيره بتاعتها عامله 250. الكبيره بتاعتها عاملاها 250. السبت العروسه ده عامل 180، عامل 180. دي العروسه دي عامله 360. 360 اللي هي دي احلى عروسه فيهم. طبعا احنا قلنا الجمال الاسعار اللي فاتت المره اللي فاتت. لا كلهم برضه الجمال. ماشي. الجمل ده عامل 20، والجمل ده عامل 15، والجمل ده عامل 50، والجمل ده عامل 40. مثلا عندي اربع انواع اجمال، وده عامل 15 برضه صغير ده. بيت العرايس دي برضه عامله اللي هي عامله 40 صغيره، دي برضه 40، كله ده 40، في منه كبير وصغير، في ب 35 وفي ب 40. ودي العروسه برضه ب 170، ودي 250 الكبيره. 170. دي ب 170، ودي برضه عامله 250. واللي جنبها برضه عامله 250، الشكل اللي هو الاصفر 250. وقلنا الكرتونة عاملة 120، شغل الكرتون كله عامل 120. ده كل العرايس وأحلى خصومات واللي انتوا عاوزينه يعني. دي عروسة اسمها سندريلا، دي عاملة 190، دي منها لونين، اللون ده البرتقاني واللون الموف. كل الأسعار دي برضه عاملة 100 العروسة البرتقانية دي عاملة 100 و
شايفها كويس 170، واللي جنبيها 170 برضه، والبقية العروسة البيضة دي 160. وقلنا العروسة آخر عروسة اللي هناك اللي هي الأميرة عاملة 190، والعروسة دي عاملة 180 اللي هو السبت. يارا تعال يارا كلمني. يارا جاي تشتري عروسة حلوة ال... دي عاملة 190. اللي انت عاوزه يا باشا، اللي انت عاوزه. دي عاملة 170، 250. احنا تحت امرك. وكده عرفنا اسعار العرايس كلها. كل سنه وانتم طيبين وفي رعايه الله.